فها نحن هؤلاء إخوة الإسلام ننتصف مع نصف رمضان. مضى نصفه الأول، وكما مضى الأول لا شك قطعا يتبعه الآخر. أيام القلائل بعد، وتصبح لحظات الخير هذه التي نعيشها الآن من خبر الماضي ومما فات، وما كان لما فات أن يولي أبدا إلى مستقبل، إلا أن تعود أيام أخرى بابتلاء جديد. ومعنى ذلك أن لحظات الخير ونفحات الرحمة في عمر الإنسان محدودة، فما يمضي منها ويصبح من الماضي لا يمكنك أن تستدركه بعد أبدا. لحظات الخير إذا مضت من عمر الإنسان مستحيل، أقول مستحيل أن يستدركها مرة أخرى. صحيح ستقول غادي يجي رمضان المقبل، بغض النظر عن ضمان العمر إلى رمضان المقبل، بغض النظر عن هذا رمضان المقبل كيجي لوظيفة أخرى، لأنه بينك وبينه الآن ابتلاء آخر مقبل، بينك وبين رمضان المقبل ابتلاء، ابتلاء من الحياة المثقلة بالجراح والذنوب والخطايا والفتن. ولذلك رمضانك هذا هو لما مضى لا لما يأتي، ورمضان المقبل لما يأتي لا لما مضى. فلكل نعمة من نعم الله جعل الله لها قدرا في الزمان والمكان والحوادث والخطايا، ما بقي منه إذن إلا قليل. والمؤمن بما مضى من هذه الأيام الخمسة عشر، هذه الأيام المنتصفة أو الناصفة للشهر، كافية كافية لأن يعرف كل إنسان منا أكان لهذا الشهر أثر على قلبه أم لا. يعني هذا 15 يوم اللي داز كافية باش تكون امتحان للإنسان، وكافية لتكون مقياسا لما أنجزت من صيام وقيام وإقبال على الله جل وعلا. أكان على الصدق فعلا أم لا؟ هل دخلت في قوله عليه الصلاة والسلام الذي كررناه مرارا وتكرارا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، باش تعرف هل فعلا صمت إيمانا واحتسابا أم لا؟ الدليل على ذلك قلبك الذي بين جنبيك وهو يحدثك. أثر الروح والريحان على القلب، ووجدت فعلا أنك لا تزداد إلا شوقا إلى الله جل وعلا وإلى عبادته، وشوقا الترقي بمنازل الإيمان ومدارج القرآن، ووجدت القلب تنفتح آذانه وبصائره أكثر وأكثر لما يتنزل عليه من القرآن الكريم تنزلا، إذ تتنزل الآيات في التلاوة وفي القيام والتراويح وما شابه ذلك على القلب بالرحمة والسكينة. إن واجتهد فمعنى ذلك أنك على الطريق وأنك قد استفدت ذوقا من معنى الإيمان والاحتساب في الصيام والقيام. وإن وجدت أن الجناح مثقل وأنك تخطو إلى هذا الأمر خطوة الكسول المثقل، تجد رغبة عنه لا فيه، يعني ما كتوجدش اللذة ديالك في العبادة، وإذا فاتك منها شيء شعرت بنوع من الأسى والأسف، بل تشعر بنوع من الفرح ونوع من الاستغناء عن الله جل وعلا. فمعنى ذلك أن الصيام والقيام لم يقع من قلبك ذلك الموقع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث المذكور. المراجعة إذن تقتضي من العبد أن يراجع قلبه، ما باله، لأن المشكلة ها هنالك، القلب هو الأرض، الأرض التي تحرث يحرثها القرآن، وتسقى بماء الإيمان والوحي، فربما هذه الأرض ما عندهاش قابلية للحرث، صلبة
حجر خبيثة خبيثة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ونروي هاهنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم كلاهما. قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يشبه الوحي والقرآن الذي يتنزل على القلوب، يشبهه بالغيث الكثير، حرمطار الرحمة الكثير، الغيث الكثير يصيب الله به الأرض والأراضي المختلفة، وذلك كناية عن قلوب العباد وأنواعها. فهذه الأرض منها طائفة واحد النوع ديال القلوب قبلت الماء، يعني النقطة ديال الماء والقطرة ديال الغيث التي تسقط تتشربها التربة، التربة عندها قابلية لامتصاص الماء. ثم فيها خصوبة، قال طائفة طيبة عندها خصوبة أي قابلية للخير، هذه قلوب لم يختم عليها، لم تثقل بالذنوب، صقلها أصحابها بالعبادات حتى أشرقت مراياها فعكست نور القرآن كما تكون الكواكب الذرية في السماء. منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ومنها أجادب، أجادب يعني أرض ليست خصبة ما عندهاش خصوبة. ومنها أجادب أمساكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أراضي أخرى هي لا تنبت، أجادب يعني التربة ديالها ما كتنبتش ليست خصبة، لكن الماء إذا تساقط عليها تجمع كيدير بحيرة أو بركة ديال الماء. ذلك الماء حينما يتجمع في تلك القلوب ينفع الله به أناسا آخرين، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا، سقوا أراضيهم ومواشيهم وأنعامهم وزرعوا فلحوا. وذلك مثل الإنسان الذي يسمع الحق ويسمع الخير فيستوعبه كيحفظه ويردده ويكرره فينفع به غيره، لكنه لا ينفع نفسه مع الأسف. وهذه طائفة أخرى من الناس، كثير من الناس مع الأسف يحدثك في الدين وبالعلم ما يعجزك، يوحلك بالمعلومات وبالأحكام الفقهية وبالآيات والأحاديث، لكن إذا نظرت إلى قلبه ومعاملته فهو خشن كالجماد، قلب قسي قاس. وأصاب طائفة أخرى منها، هذا النوع الثالث من الأرض أو من قلوب العباد، وأصاب طائفة منها أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاما. وهذا أسوأ أصناف القلوب وأبلدها وأخشنها. طائفة أخرى من الناس قلوبها كالأراضي القيعان، يعني أراضي وطية قيل ملساء ومنحدرة، القطرة اللي تحت كتمشي لا تمسك الماء، لا هي خصبة تنبت، ما عندهاش قابلية باش تحرط وتنبت، ما كتنبتش، ولكن أيضا لا تمسك الماء، كل قطرة تقطر عليها وتسيل عليها تضيع هباء منصورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المثال النبوي الحكيم من هذا الحديث الجامع: فذلك مثل
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. مثل الأول ديال الأرض الطيبة هو مثل من فقه في دين الله، والمقصود بالفقه في هذا السياق ليس فقه الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وحسب، ولكنه فقه النفس، يعني أن النفس تفقه عن الله خطابه جل وعلا. لما تقع الآية من قلبك يحصل لك فقه بمقاصدها وبالمطلوب منك. فإن كان أمرا علمت أنك مطلوب إلى العمل، هذا الفقه. وإن كان نهيا علمت أنك مطلوب للأدب والاجتناب والابتعاد عما يبغض الله جل وعلا. القلب الذي عنده قابلية تنفيذية لأمر الله، أمر سلطان السماوات والأرض الحي القيوم جل وعلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم عن الله مراده، وعلم أهله أسرته أبناءه محيطه الذي يعيش به. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني تساقط عليه من الغيث والخير الشيء الكثير الكثير، لكن لم يشعر بشيء ولا استجاب قلبه لشيء، فهذا لم يقبل كما في تتمة الحديث، ولم يقبل ما بعثني الله به، ولم يقبل ما أرسلت به، ما قبل ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكرت متفق عليه. كيف السبيل إلى هذا القلب؟ الأول قلب المؤمن الذي إذا تنزل عليه من روح الله القرآن الكريم شرب منه وارتوى، ثم أنبت وأزهر وأثمر، وثمار القلوب الأعمال الصالحة، هذه الثمار. السبيل إليه بمجاهدة هذه النفس الخبيثة. هل الإنسان اللي كيعمل ما يسمى اليوم باستصلاح الأراضي، كاين أراضي خشنة فيها أحجار فيها نباتات شائكة تمنع الزرع أن ينبت فيها، تحتاج إلى استصلاح بتنقيتها من الأحجار والأشواك وسائر النباتات التي تمنع من أن تستجيب الأرض للمطر فتنبت خيرا أو ثمرا. القلوب أيضا على وزان هذا المثال النبوي البليغ تحتاج إلى استصلاح، ونحن في المنتصف من رمضان ينبغي أن نستصلح قلوبنا لما بقي مما نعيشه من روح وروحان الله، وأن نزيد هذا القلب توقدا وصفاء واشتعالا حتى لا يمل ولا يكل. كيف يكون استصلاحه؟ بربطه برباط العبادة، رباط العبادة، كما تربط الإبل والغنم كذلك النفس وجب ربطها. قيد النفس ديالك، قيدها مع حدود الله، مع حقوق الله، قيدها إلى حقوق الله جل وعلا حتى لا تدور إلا حول حق الله، كما تدور الأقمار بأفلاكها ولله المثل الأعلى. إذا قيدت هذه الأنفس كانت في الرباط رباط الله جل وعلا كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، كلما انتقض وضوءك أو ثقل عليك بادرت إلى تجديده مهما كانت الظروف. المكاره شرحها الأقدمون بأحوال البرد والصقيع، اليوم لها صور أخرى، الوظائف الألبسة المعاصرة
يكون الإنسان في وظيفة دياله في العمل دياله يصعب عليه أن يتوضأ، لا، هذه مكراهة من المكاره، يجب أن تصبغ الوضوء على المكاره، ولهذا الزمن مكاره أخرى. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما: فذلكم الرباط. والحديث عند مسلم وفي موطأ الإمام مالك وعند غيرهما كثير. ربط النفس إلى أوتاد الله، وإن أبت وخاف، يعني كتشوف بأن هذه الأمور ثقيلة عليك، فاربطها إليها، فإنك بعد أيام تجد لذتك فيها. حينما تتريض النفس وتروض على طاعة الله تستجيب طائعة، كما قالت السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. حينما تجد هذا من نفسك اعلم أن القرآن آنئذ إذا نزل بقلبك أنبت وأينع وأثمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أعمال البر في رمضان، كما كان أصحابه في عهده وبعد عهده، وكذلك العلماء والصالحون عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا. الشيء الذي تجد شحا لنفسك فيه عاندها جاهدها وبذل لله ما تشح به نفسك. كل واحد راه عنده شح في واحد الجانب معين، اما ان يشح بالمال، يكون بنادم بخيل بالمال، يقتر على نفسه وعلى اهله والاخرين، لكن كيكون عنده اقبال في القيام والتلاوه والاذكار. وقد يكون شخص العكس، له قدرة على الإنفاق في الخير وفي وجوه البر، لكنه كسول في عبادته، بعيد عن كتاب ربه، لا يقبل على القرآن إلا قليلا قليلا. وهلما جرى في كل أعمال البر، لا بد وأن تجد لك شحا في جهة ما. ذلك الشح الذي تجده في قلبك هو الذي ينبغي أن تبادر إلى علاجه وإلى معاكسة النفس فيه. هذاك الشيء اللي ما بغاتوش النفس لزموا عليه: إن لم تكن من المنفقين فرغم وأرغم نفسك وقلبك على الإنفاق ولو درهم، لتدريب النفس وتذليل النفس حتى يحيى القلب، لأنما الذكرى من كتاب الله تقع على القلب الحي لا على القلب الميت. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إحياء الموات من القلوب يكون بتطهيرها مما عالق بها من حب الدنيا، بتطهيرها مما عالق بها من الميل للآثام والشهوات المحرمة، تهذيبا وتشذيبا. هل الشكل ديال البستاني الجردني، الشكل ديال البستاني حينما يدخل الحديقة فيهذب ويشذب، كيشوف واحد الغصن ولا واحد الفرع ديال شجرة أو نبات خرج من المسار دياله وعلى الانتظام دياله، فمنع المارة أو منع تناسق الحديقة وجمالها، فيقطعه بالمقراض. القلوب تحتاج إلى مقاريض لقطع ما شذ من شهواتها ومن نزغاتها حتى تستجيب لله، يكون ذلك بمعاكستها إلى أعمال الخير والبر التي تكره. والنفس لها حيل، كيمكن أنت عندك واحد القابلية لواحد العمل ديال الخير، مثلا لنفرض أنه قيام الليل، فتجذبك نفسك إليه جذبا شيء حسن، ولكن قد يكون ضربا من الاستدراج، يعني حيلة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ضربا من الاستدراج حتى لا تلتفت إلى عمل أهم. وقد يرضى إبليس من الإنسان الصالح بالعمل الحسن بدل الأحسن، يرضى منه بالعمل الحسن بدل الأحسن. فوجب على الإنسان إذن أن يقوم بفحص وبافتحاص واختبار للنفس أمام مرآة مطالب الله وحقوقه
وحقوقه مسطرة في كتابه وحقوقه جل وعلا مسطرة في كتابه مبينة في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. البدار البدار إلى أعمال الخير من الصدقات والصلوات والتلاوات وسائر ما أمر الله به إلى صلة الأرحام، إلى الكلمة الطيبة، إلى العزم على الاستمرار على عهد الله بعيد رمضان بل بعد رمضان، إلى أن يرث الله، إلى حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، والاستمرار على الانقطاع عن كل ما يغضب الله عز وجل، والاستمرار على عهد الصلح مع رب الكون سبحانه وتعالى.